هداف والبداية بالعناوين. البرازيل تسحق الكاميرون برباعية وتتصدر، والمكسيك ثانية بعد الفوز على كرواتيا. هولندا تطيح بشيلي وتتصدر المجموعة الثانية، وإسبانيا ترد الاعتبار بفوز معنوي. الخضر يصلون سوروكابا وسط استقبال كبير من الأنصار. عقب عودتهم من مدينة بورتو أليغري منتشين بالفوز المحقق أمام كوريا الجنوبية برباعية كاملة، خاض المنتخب الوطني الجزائري حصة تدريبية بمقر إقامته في سوروكابا تحضيرا للمواجهة القادمة والمصيرية أمام روسيا. الناخب الوطني وحيد حليلوزيتش، وبعد كسبه الرهان في موقعة النمور الكورية ودخوله تاريخ مع الجزائر، بدأ يفكر جديا في مباراة روسيا الهامة التي ستسمح للخضر بالمرور إلى الدور الثاني لأول مرة في تاريخها. كما عرفت الحصة مشاركة جميع اللاعبين بما فيهم اللاعبين الأساسيين في مباراة كوريا، وهو ما سيجعل التشكيلة حاضرة بقوة أمام الدب الروسي. أنصار المنتخب البرازيلي خرجوا راضين عن أداء لاعبيهم في المواجهة الثالثة أمام الكاميرون، والتي رسمت تأهل منتخب السامبا في المرتبة الأولى عقب الفوز برباعية مقابل هدف واحد أمام الأسود غير المروضة. زملاء نيمار سيواجهون في الدور الثمن النهائي المنتخب الشيلي في قمة أمريكية جنوبية من الطراز العالي. صاحب المرتبة الثانية من المجموعة الأولى هو المكسيك، الذي حسم موقعته أمام كرواتيا بفوز كبير بنتيجة 3-1. هذا الانتصار الذي قاد زملاء المهاجم تشيتشاريتو إلى الدور الثمن النهائي، وسيواجه المنتخب الهولندي في قمة قوية تعد بالكثير. هدفان في شوط المباراة الثاني منحا التأهل للمنتخب الهولندي في المرتبة الأولى من المجموعة الثانية بعد المواجهة المباشرة أمام منتخب الشيلي. منتخب الطواحين حقق العلامة الكاملة وأكد نواياه القوية في مونديال البرازيل بعد تفوقه بثنائية أمام الزملاء أرتورو فيدال. أهداف تداول على توقيعها كل من فير في الدقيقة 77 وديباي في الدقيقة 90 للمنتخب البرتغالي. أما المباراة الثانية والتي كانت شكلية وجمعت بين المنتخب الإسباني ونظيره الأسترالي، فعرفت فوز لاروخا بثلاثية. أشبال ديل بوسكي رفعوا التحدي وردوا الاعتبار في آخر مباراة لهم في المونديال، مواجهة عرفت تألق الخط الأمامي بهدف كل من دافيد فيا، فرناندو توريس وخوان ماتا. بثقة كبيرة في النفس تحدث الناخب الوطني وحيد حليلوزيتش عن حظوظ الجزائر في التأهل إلى الدور الثاني عن المجموعة الثامنة في نهائية مونديال البرازيل، وذلك ضمن القمة الفاصلة بين الخضر والروس بملعب كوريتيبا يوم الخميس. حليلوزيتش أدلى بتصريحات لراديو RMC الفرنسي شدد فيها على أن الخضر لن يلعب من أجل التعادل أمام الدب الروسي، محددا الفوز كهدف أساسي يتعين على رفاق القائد مجيد بوغرا بذل المستحيل لانتزاعه. هذا رغم إقراره بصعوبة المأمورية أمام منافس أشاد كثيرا بقدرات لاعبيه الفنية والبدنية. البوسني طمأن في تصريحاته حين أكد أنه سيحاول معالجة الأخطاء التي وقع فيها أشباله خلال الشوط الثاني من مباراة كوريا الجنوبية، معربا عن أمله الكبير في تحقيق إنجاز تاريخي مع الجزائر وإسعاد الشعب الجزائري بالتأهل للدور الثاني. تلفزيون الهداف التقى بالمدرب السابق لنادي لوريون غوركوف عقب نهاية لقاء المنتخب الوطني الجزائري بنظيره الكوري الجنوبي، والذي انتهى بفوز محاربي الصحراء بنتيجة 4-2. وحاول أن يأخذ انطباعه حول هذا الفوز الكبير، وبخصوص المباراة قال: كانت مباراة جميلة بين الجزائر وكوريا الجنوبية، أعتقد أن الجزائر تتمتع بإمكانيات كبيرة. وعن احتمال إشرافه على العارضة الفنية للمنتخب الوطني وخلافة المدرب وحيد حليلوزيتش عقب نهاية المونديال، اكتفى غوركوف بالقول: لا يوجد أي شيء أقوله، أنا هناك السائح رفقة عائلتي، على الجميع التحلي بالصبر وعلينا أن نتطرق إلى الأمور في الوقت المناسب.
مدرب المنتخب الروسي فابيو كابيلو سيبحث عن الحلول اللازمة تحسبا لمواجهة المنتخب الوطني الجزائري المقبلة، هذا ما أكدته المكلفة بالإعلام على مستوى الاتحادية الروسية لكرة القدم إيرينا بارانوفا حصريا لتلفزيون الهداف. الروسية أكدت أن مباراة الجزائر أمام كوريا كانت إيجابية بالنسبة لمحاربي الصحراء، لكنها كانت أيضا سلبية من خلال المستوى الضعيف للخط الخلفي الجزائري بقيادة كل من مجيد بوغرة وحليش اللذين حسبها ارتكبا العديد من الأخطاء الفادحة في الدفاع. بارانوفا أكدت لتلفزيون الهداف دائما أن التقني الإيطالي سيعاين الخضر جيدا قبل موقعة يوم الخميس المقبل، وسيركز كثيرا على الأخطاء الدفاعية لزملاء سفيان فاغولي من أجل فك شفرة منتخبنا الوطني. عندما تفوز برباعية كاملة في مباراة تندرج ضمن نهائيات كأس العالم وبأداء باهر، تصبح محط أنظار العالم وتتلقى الإشادة من النجوم العالميين. هذا هو حال المنتخب الوطني الجزائري بعد الانتصار التاريخي أمام كوريا الجنوبية في الخرجة الثانية ضمن المجموعة الثامنة. تلفزيون الهداف ربط الاتصالات مع الأسطورة الإيطالية فرانكو باريزي من أجل الحديث عن فوز الخضر أمام كوريا. قائد نادي ميلان والمنتخب الإيطالي السابق كشف حصريا للهداف إعجابه الكبير بالمستوى الذي قدمه أشبال حاليلوزيتش في اللقاء الأخير، مضيفا أن محاربي الصحراء قريبون من التأهل للدور الثاني. باريزي أشاد كثيرا بإمكانيات متوسط ميدان المنتخب الوطني سفيان فيغولي، واصفا إياه بالعقل المدبر، كما اعتبر قائد لاسكوادرا أتزورا السابق مباراة روسيا معيارا حقيقيا لقياس مدى قوة الجزائر. بعد أن ضمن تأهله للدور الثاني في نهائيات كأس العالم بالبرازيل، أجرى منتخب بلجيكا حصة تدريبية في مدينة موغي داس كروزيس يوم الاثنين في إطار استعداداته لمواجهة كوريا الجنوبية في الجولة الختامية من المجموعة الثامنة. ولم يشارك نجم المنتخب إيدن أزار في تدريبات يوم الأحد الذي انتظم فيه عدد من اللاعبين غير الأساسيين. بلجيكا التي ضمنت التأهل للدور الثاني تواجه كوريا الجنوبية في مباراتها الأخيرة يوم 26 من جويليا، ويتعين على كوريا الجنوبية الفوز وانتظار نتائج مباراة الجزائر من أجل التأهل نهائيا للإقصائيات. وكشف المدرب عزمه على إجراء تغييرات في صفوف تشكيلته ربما لإراحة بعض نجومه في انتظار منافسات ثمن النهائي. وقال مارك ويلموتس في الندوة الصحفية: سنجري بعض التغييرات، كم عددها لا أدري بالضبط لحد الآن، سأراجع حالة الإصابات ومدى استعادة اللاعبين للياقتهم من المباريات، هذا الأمر الأول. أما ثانيا فلم يكن لدي الوقت لأدرس مباراة الجزائر أمام كوريا لحد الآن، وكما نفعل دائما سنعيد مشاهدة الصور مع اللاعبين ونجمع معلومات وافرة، ولكن ببطء شديد يتوجب علينا أن نسرع في عملنا لأنه بقيت لدينا 3 أيام فقط. بعد تشافي ألونسو وإيكر كاسياس جاء الدور على هداف المنتخب الإسباني دافيد فيا ليودع على روخا بالدموع مساء الاثنين بعدما قام مدربه فيتشنتي ديل بوسكي بإخراجه في المرحلة الثانية من المباراة التي جمعت منتخب بلاده إسبانيا أمام أستراليا وتغلب فيها لاروخا بثلاثية كاملة. فيا ودع المنتخب في قمة الحزن رغم أنه سجل هدفه 59 من 97 مشاركة دولية. حزن فيا التقطته كاميرات وعدسات المصورين وركزت عليه كثيرا، خاصة أنه لقي تحية ومساندة من زملائه في المنتخب قبل أن يجلس على كرسي البدلاء وهو في حالة إحباط شديد. ورغم خروج إسبانيا بطلة العالم من الدور الأول إلا أن خروج فيا لم يكن من الباب الضيق حسب المتتبعين، كونه بالهدف الذي سجله في مرمى أستراليا نجح في رفع رصيده من الأهداف إلى 9 ليتربع بذلك على قمة هداف إسبانيا التاريخي في مونديالات، كما يعد رابع لاعب إسباني يسجل في 3 نسخ مختلفة بعد راول إيريرا وسالينس. مواجهة مثيرة للأعصاب شهدتها مباراة الولايات المتحدة الأمريكية أمام البرتغال هتعبت قلوب محبي الفريقين على حد سواء بعد أن تعادل المنتخبان بهدفين في كل شبكة.
وكان المنتخب الأمريكي قاب قوسين أو أدنى من الفوز والتأهل إلى الدور الثاني، لكن دفاعهم تراخى في الثواني الأخيرة من اللقاء. تباين ردود أفعال مشجعي أنسان في الولايات المتحدة على مجريات المواجهة، وبهذا فإن أمريكا تحتاج نقطة واحدة على الأقل من مواجهتها المقبلة أمام ألمانيا لضمان التأهل نهائيا إلى الدور الثاني. أما البرتغال فأملها في هزيمة غانا وفوز ألمانيا على الولايات المتحدة الأمريكية. الآلاف من البرتغاليين تجمعوا في العاصمة لشبونة لتشجيع منتخب بلادهم في مواجهة قوية مع منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، والتي انتهت بهدفين لهدفين بشق الأنفس في مباراة دراماتيكية ضمن المجموعة السابعة من كأس العالم. وجاء هدف التعادل البرتغالي في الوقت الإضافي من المواجهة برأسية سيلفستر فاريلا لتتنفس الجماهير البرتغالية الصعداء. وعلى ضوء النتيجة يحتاج البرتغاليون للفوز على غانا للتأهل إلى الدور الثاني مقابل فوز ألمانيا على الولايات المتحدة الأمريكية. وبخصوص هذا أعربت الجماهير المتواجدة في لشبونة عن أملها في تحقيق التأهل المنتظر، وقال أحد الجماهير: إذا لم يتوانى الألمان عن اللعب فبوسع المنتخب تسجيل 3 أهداف في شباك أمريكا بسهولة. وإذا فازت البرتغال على غانا بفارق 2 فإن للبرتغاليين فرصة في التأهل. تتواصل تدريبات مولودية الجزائر في مركب عمر أسيف بعين تيموشنت، وتتواصل معها استقدامات الإدارة، حيث رسم لاعب وسط شبيبة القبائل سابقا سيد أحمد عواج التحاقه بصفوف العميد بعد أن أرسل للإدارة ورقة تسريحه ليوقع على عقد لموسمين وبراتب شهري يصل إلى 150 مليون سنتيم. بوعلام شارف مدرب الفريق يضاعف هذه الأيام من حجم التدريبات، وسطر صبيحة الاثنين حصة تكنيكو تقنية بداية من الساعة 10، شهدت دخول مدلل شناوى عبد الرحمن حشود التدريبات مع زملائه. واستغلينا فرصة تواجدنا لتغطية تحضيرات المولودية وننفرد بالحذر فوزي شوشي الذي عبر للهدف تيفي عن عزمه الشديد لتشريف عقده مع العميد، ومشيدا بالعمل الكبير الذي يقوم به المدرب بوعلام شارف الذي وصفه بالقول إنه جدي للغاية وسيقود الفريق للتتويج بلقب الموسم المقبل. وعن قضية التسريحات التي تفجرت في بيت العميد وما تزال تصنع الحدث وسط الشناوة، قال شوشي: إن اللاعبين ليسوا ضعاف المستوى بل هي خيارات المدرب ويجب احترامها، مؤكدا في الوقت ذاته تضامنه معهم. كما لم يقطع الحارس الدولي السابق أمله في العودة إلى المنتخب الوطني، مشيدا بالعمل الكبير والوقفة المميزة من رئيس الاتحادية روروة معه، مؤكدا أنه سيسعد أنصار العميد في لقاء الديربي العاصمي يوم 9 أوت في كأس السوبر وتحقيق أول ألقابه مع المولودية بعد عودته. الوجوه الجديدة في المولودية اقتربنا منها، ومن بينها كريم هندو الذي كشف لنا أن مغادرته الحراش كانت لسببين: الأول من أجل تحقيق الألقاب مع المولودية، والثاني لأن شارف هو المدرب، موضحا أن هدفه الأسمى بحمل ألوان العميد هي طرق أبواب المنتخب الوطني. مدافع مولودية العلمة السابق كسيلة برشيش قال عن التحاقه بصفوف العميد: إنه اختار المولودية كونها فريقا كبيرا، ولهذا اشترى وثائق تسريحه من أجل تقمص ألوانها، وذلك دون أن تخيفه المنافسة مع أكسس وبشير والبقية، بل أكد أنه بوسعه فرض نفسه وتقديم مشوار قوي. مصطفى جاليط بدوره تحدث للهدف تيفي قائلا: إنه قضى موسما أسودا كونه لم يسجل كثيرا، واعدا شناوى خاصة المدرب شارف بتقديم موسم أفضل، متأسفا بدوره على زملائه الذين سرحوا من الفريق، متمنيا لهم التوفيق. إنهم برازيليون من أصل ياباني ويعرفون محليا باسم النيسي. أقلية في البرازيل تعاني من مشكلة الولاء لأي منتخب في بطولة كأس العالم عام 2014. حي ليبرديل الياباني في مدينة ساو باولو البرازيلية يشهد إقامة معرض للحرف اليدوية كل عطلة أسبوعية، ولذلك فإنه يشهد عادة حركة مكثفة ويحوي خليطا من المنتجات اليابانية والبرازيلية التقليدية. كما تعرض أكشاك الجرائد في هذه المنطقة الصحف اليابانية ومجلات المونغا بجانب الصحف البرازيلية في فسيفساء تجمع السامبا بالساموراي. مدرس الفنون لويس كينجي هارادا
يعتبر من الشخصيات المعروفة في المنطقة لأنه يأتي كل أسبوع لبيع أعمال فنية يابانية تقليدية، وهو من مواليد مدينة ليبرديل، ورغم أن أصله الياباني فإنه يرى نفسه برازيليا أولا قبل أن يكون يابانيا، وقد تمنى حظا طيبا لليابان في كأس العالم، غير أن دعمه الأساسي يأتي لمنتخب البرازيل. حي ليبرديل هو موطن الجمعية الثقافية اليابانية بالبرازيل، وهي جمعية مسؤولة عن المحافظة على الإرث الياباني وعلى تاريخ المجتمع الياباني أيضا. وحسب التقارير البرازيلية فإن 1,500,000 من سكان البرازيل يأتون من أصل ياباني، مما يجعلهم أكبر جالية يابانية خارج البلاد. فمجتمع النيسي شهد نموا كبيرا في البرازيل منذ أول هجرة يابانية إلى مدينة سانتوس عام 1908 للعمل في مزارع ساو باولو. ورغم أصل النيسي فإن كل دعمهم وولائهم يأتي لنيمار أولا ورفقائه في المنتخب البرازيلي. تواصلت المظاهرات في مدينة برازيليا البرازيلية، وذلك احتجاجا على الأموال الطائلة التي صرفتها الحكومة البرازيلية لاستضافة كأس العالم. وتجمع قرابة 150 من المتظاهرين أمام ملعب مانا غارينشا في برازيليا للاحتجاج. فقال أحد المتظاهرين البرازيليين ويدعى تياغو أفيلا: لسنا ضد كأس العالم ولسنا ضد مواجهات كرة القدم، إننا نحب هذه اللعبة، لكننا نعتقد أن كرة القدم استخدمت لحرمان الناس من حقوقها. المتظاهرون ساروا في مركز برازيليا وحملوا أجساما كبيرة تمثل كأس العالم، لكنهم منعوا من الاقتراب من ملعب ناسيونال ماني غارينشا الذي استضاف مواجهة البرازيل بالكاميرون، قبل أن يختم المتظاهرون يومهم بإحراق كؤوس العالم التي حملوها طوال اليوم. تمت نشرة الأخبار، وهذا تذكير بأبرز عناوينها: البرازيل تسحق الكاميرون بربعية وتتصدر، والمكسيك ثانية بعد الفوز على كرواتيا. هولندا تطيح بشيلي وتتصدر المجموعة الثانية، وإسبانيا ترد الاعتبار بفوز معنوي. الخضر يصلون سوروكابا وسط استقبال كبير من الأنصار.